مرة أخرى تعود البطولة إلى العراق العظيم، العراق اللي قدم نسخ ماضية ويعود مرة أخرى للظهور بعد أن غاب في 20 نسخة من الاستضافة. العراق مهد الحضارات، أرض العلم، شمس الروحانية، موطن الصالحين، قبلة العظماء. جمع المجد من كافة أطرافه واستطاع بأن يحفر اسمه نحو دور نصف النهائي لهذه البطولة، وهذه سابع مرة على فكرة يلتقي فيها المنتخبان. نعم، هي المرة السابعة. وكان أيضا من الأسماء اللي تحدثوا عنها بأنه يملك مهارات فردية مميزة جعلته واحد من أبرز لاعبي البطولة اللي أقيمت في أمريكا للجاليات اليمنية، واستطاع أيضا إحراز أهداف. اليوم نشاهده يلعب كمدافع، الكرة خطيرة لكن نواف 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 يتألق. الفرصة الأخطر، الفرصة الأخطر، انفراد كامل في اللقطة الأخيرة، لكن رياكشن عظيم، رياكشن عظيم، رياكشن جميل من حارس المرمى. هل عاد الدعيع مرة أخرى؟ هل عاد الدعيع مرة أخرى؟ لكن بقفاز نواف، نواف يتعملق، نواف نواف يتألق حارس المرمى. القادمة مشاركات أيضا المنتخب السعودي في الفئات السنية، مشاركات المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم. تمريرة أمامية، محاولة إلى تركي، لكن الكرة بتصل سهلة عند حارس المرمى، وصلت سهلة عند حارس المرمى. محاولة خطيرة، هذا تركي العمار الأخضر نجح في تحقيق 57 فوز، في المقابل المنتخب اليمني لم يحقق أي فوز. الأخضر خسر في 28 لقاء. هذه كرة ومحاولة خطيرة، تسديدة، يا عيني، يا السلام يا السلام يا سميحان، يا السلام يا النابت. الأخضر أساسي ولا رديف؟ الأخضر يبقى مخيف، الأخضر يبقى مخيف. نعم، بالأساسي ولا بالرديف؟ الأخضر يبقى مخيف، والسعودي يبقى مخيف، والسعودي يتقدم بأول الأهداف، السعودي يتقدم بأول الأهداف. سميحان النابت، النابت النابت هو من سجل أول أهداف المنتخب السعودي وأول أهداف هذه البطولة. ركنها سميحان، ركنها سميحان في اللقطة الماضية. حارس المرمى تابعها وهي تعانق شباكه، واحد لا شيء. المنتخب السعودي يتقدم بأول الأهداف، المنتخب السعودي يتوج أفضليته ويسجل أول أهداف هذه المباراة وأول أهداف هذا اللقاء، واحد لا شيء. المنتخب السعودي يتفوق على المنتخب اليمني في أول رديف، وهو يعتبر رابع مدرب وطني يقود المنتخب السعودي. كرة بتعود الآن، محاولة خاطئة، عادت إلى عوض، عوض إلى تركي، تركي في الأمام، التمريرة إلى الناشري، تسديدة، وهذا مصعب. المحاولة مستمرة والكرة فيها ركلة جزاء، ركلة جزاء للأخضر. سميحان الفنان، سميحان اللعيب، سميحان هو من يتحصل على ركلة جزاء، هو من يتحصل على ركلة جزاء. لعيب لعيب سميحان، لكن شوف الكرة، شوف التفاهم والانسجام والتحرك اللي 19 سنة فقط، 19 سنة لهذا اللاعب. مصعب، مصعب تقدم لها، يا عيني يا مصعب، يا سلام يا مصعب، من نقطة الجزاء يسجل ثاني الأهداف، ومصعب يسهلها على الأخضر، مصعب يسهلها على الأخضر ويضيف الثاني، والمنتخب السعودي يسجل هدف آخر، يسجل هدف آخر. الصقور تحلق، كرة تعود الآن، محاولة، تمريرة أمامية لعبد الواسع، عبد الواسع يحاول فيها، عبد الواسع بيسدد، لكن كرة راحت إلى ضربة مرمى في موسم 2020-2021. كرة بتعود الآن، محاولة، وصلت إلى الغامدي، رايد، رايد نقلها لسميحان، سميحان، سميحان يا فنان يا سميحان. الكرة والتسديدة والمتابعة، ورياضي حاول لكن الكرة تتخلص، تعود مرة أخرى، وأبعد الكرة الماضية في محاولة كانت خطيرة، وهنا تسديدة أيضا المنتخب السعودي، لكن أيضا شال حارس المرمى سالم الهارش. كرة بتعود في الخلف، محاولة
لمصلعة المنتخب اليمني. خاطئة 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 الكرة والانفراد، لكن نواف 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 يا نواف، قد يكون حارس مرمى من مواليد هذه البطولة، من مكاسب هذه البطولة. نواف يتعملق، نواف يتعملق. هذا إن بقي هكذا النصر ما راح يحتاج لكي يتعاقد مع حارس أجنبي. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. نواف العقيدي حارس مرمى، تذكروا هذا الاسم جيدا، تذكروا هذا الاسم جيدا. فقط ينتظر الفرصة، ينتظر الفرصة حارس مرمى العالمي، واللي يتألق يتألق ويتعملق في هذه المباراة. شوف الاحتكاك وانك تتدرب بجانب أوسمينا لبا مسعود، با مسعود با مسعود با مسعود، نقلها با مسعود للامام الى تركي، تركي او هذا اللاعب، هذا تركي العمار لمصعب، مصعب، والكره فيها صافره لحكم المباراه يعلن عن نهايه هذا الشوط بتفوق وبتقدم للمنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء. اللقاء او الشوط الاول بهدفين للمنتخب السعودي. المنتخب اليمني يمتلك الاسماء ويمتلك اللاعبين وبامكانه ان يقدم اداء افضل. كره منقوله الان عرضيه خطيره، لكن ايضا بتعدي وبتمر الى ضربه مرمى، الى ضربه مرمى. هذا رياض شرحيلي الكابتن والقائد، هو اللي حاول الكره العرضيه، ورياض شرحيلي اللاعب اللي يحمل قميص رقم 2 مد الله العليان، 28 سنة لاعب نادي التعاون، واللي انتقل للهلال في 27 مباراة وبعدها ايضا رحل ليرتدي قميص نادي الاتحاد. الكرة في عمارة، لعيب 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 لعيب، لكن الحلو ما كمل، الحلو ما كمل في اللقطة الأخيرة. راوغ حارس المرمى أحمد ماهر، يا ماهر يا ماهر، أحمد ماهر اللي بمهارة كبيرة راوغ نواف، لكن بعد ذلك الشباك خالية، الشباك خالية. وفي هذه المواجهة كرة بتعود الآن، محاولة وصلت لمصلحة المنتخب اليمني اللي تحسن نسبيا في شوط المباراة الثاني. الكرة بتعود الآن، محاولة لقاسم لجامي، لجامي بعد ذلك يبعدها إلى رمية التماس، في أخطاء قاسم هيها في الأمام، الكرة أيضا فيها إبعاد، وصلت الكرة في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب الآن اليمني. هارون، هارون زبيدي، زبيدي نقلها عرضية، الكرة أيضا تبعد تعود إلى هارون، هارون إلى عبد الواسع، عبد الواسع تمريرة بالرأس، والكرة بعد ذلك أيضا راحت. كرة ثابتة الآن، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب اليمني. 65 دقيقة، اليمن، النسور، النسور، هل تحلق في شوط المباراة الثاني؟ الكرة بالعرضية خطيرة والمتابعة، لكن حارس المرمى شالها، تعود مرة أخرى لعماد، عماد تركت مر إلى رمية التماس، عادت مرة أخرى لحمزة يحاول فيها، سقوط على في منطقة الجزاء في اللقطة الماضية. حكم المباراة يقول بأن الكرة الأخيرة، هذا سروري اللي يحترف في البرازيل، اللاعب اللي لعب الكرة الأخيرة، وهنا اللقطة الخطيرة جدا، لا ولا براعة حارس المرمى مرة أخرى. نواف، نواف العقيدي، نواف العقيدي اللي تحسن في شوط المباراة الثاني وحاول، وانخفض أداء أيضا المنتخب السعودي في شوط المباراة الثاني. كرة وصلت إلى سمحان النابت، عادت مرة أخرى تمريرة لكنها خاطئة لقاسم لجامي، لجامي في الجهة اليسرى، محاولات للمنتخب اليمني، المنتخب اللي يبحث عن هذا أو المنتخب السعودي. كرة بتعود الآن، محاولة خطيرة تسديدة، لكن حارس المرمى يمسكها بكل ثبات. تركي العمار اللي أمسك الكرة الأخيرة بكل ثبات في اللقطة وفي اللعبة الماضية، وخرج مرة وحيدة من دور نصف النهائي أمام الإمارات في دولة الإمارات في نسخة 2007. كرة بتعود الآن، محاولة وصلت هذه الجهة اليسرى لرايد، رايد الغامدي، الغامدي فتح لنفس المساحة يجرب، لكن حارس المرمى، حارس المرمى يتعملق. تعود مرة أخرى الكرة فيها أيضا راية وتسلل، راية وتسلل في اللقطة في اللعبة الأخيرة. رايد الغامدي فتح لنفس المساحة جرب، سدد حارس المرمى يتألق في اللعبة الأخيرة، ومصعب كان
متسلل في اللقطة الماضية. السعودية حققت اللقب 3 مرات في